فريزي كونكت بالعربي التقى بالفنانة دنيا عبد العزيز وعملنا معها حوار ممتع خبرتنا فيه عن العمل وعن الحياة الشخصية شوي. خليكم معنا. فنانة دنيا عبد العزيز، اهلا بيكي منورانا برنامج زي كونكت. اهلا بيك. عايزين نتكلم مبدئيا عن المعايير اللي بتختاري بيها ادوارك. هقول لك على حاجه دلوقتي. انا بشوف العمل ككل الاول، اهميه العمل وبيقدم ايه وبيقول ايه وعايزين نقول ايه للمشاهد، لان احنا اكيد عايزين نقدم حاجه من خلال العمل ده يعني. وبشوف دوري جوه العمل ليه قيمه ولا ملوش قيمه، ولا لو شلته مش هيبقى ليه لازمه او مش هياثر في الاحداث. فانا بقيس على حاجات كتيره يعني، هو مش بالكم يعني، ممكن يبقى دور صغير وانا عملت ده كتير، ضيفه شرف وفي السينما وفي التلفزيون عملت حاجات كتير كده، بس الدور بيبقى مؤثر جدا. فده اللي بيفرق، ان الدور يبقى مؤثر في العمل. هو طبعا ان انت يعني تبقى في دماغك حاجه زي كده اكيد اتعلمتيها من حد، اكيد كان عندك قدوه في الحته دي. اكيد يعني انا من قبل ما ادخل معهد سينما قسم اخراج كنت دايما بشوف الاساتذه الكبار اللي انا اشتغلت معاهم وتعلمت منهم كتير. يعني استاذه الهام شاهين مثلا عملت في فيلم اسمه ايام الغضب 7 مشاهد بس، وخدت عليهم جوائز كتير جدا، وده المقياس الحقيقي يعني، انك انت تقدمي دور مهم، مش مهم قد ايه، المهم يكون الدور مؤثر حتى لو مشهد. لما دخلت المعهد دراستي طبعا اثرت بشكل كبير، ان انا ازاي اقرا، ازاي اختار، المعايير اللي انت بتتكلمي عنها يعني. الدراسه ثقلت الموضوع ده اكتر طبعا. الادوار اللي عملتيها يعني كلها اجمل من بعض، بس ايه اكتر دور قريب لشخصيتك انت كدنيا بقى في الحقيقه؟ بصي، وانا بحب كل ادواري طبعا، والا ما كنتش عملتها، باستثناء عملين في حياتي كلهم ممكن ابقى مش راضيه عنهم. لكن اكتر عمل ممكن اقول لك قريب من شخصيتي زي انت ما بتقولي، مسلسل كان اسمه بنات افكاري، اخراج المخرج الكبير استاذ يحيى العالمي، وتاليف مؤلف الكبير محسن زايد، وبطوله النجم الكبير قوي استاذ محمود مرسي الله يرحمهم كلهم. طبعا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت مع 3 اهرامات في التمثيل والكتابه والاخراج. الدور ده كان مميز جدا وكان رهان بالنسبه لي، واتاثرت بيه قوي قوي وكنت عايشاه وحاسه بيه قوي. طيب نيجي شويه لحته الجواز. احنا يعني انت خلاص، يعني انت بالنسبه لنا زي ما بنقول دايما اجدد عروسه في الوسط الفني. مهما جه بعدك بالنسبه لنا برضه انت اللي خلاص. عايزين نتكلم عن الحياه بقى. في حد بعد يتجوز؟ والله ما فاكرين يعني. عايزين نتكلم عن الحياه الزوجيه بقت عامله ازاي، او انت حياتك بعد الجواز بقت عامله ازاي؟